اليو ديانج كان عنده مشكله كبيره جدا مع فايلر. فايلر مش عارف يشوف وما لعبش الماتشات الوديه اللي يشوفه بشكل كويس، ودخل على طول على ماتشات رسميه. تمام. وشاف ركيزه معينه، ولكن ديانج في التمرين بيبان قوي لكن ما بيبينش الشكل الجماعي. تمام. الشكل اللي ديانج بيظهر بيه النهارده هو اللي فايلر عايز يشوفه. طيب. زي ما قلت لك ان فايلر بيشوفه النهارده وكان بيشوف اسامه جلال كمان. اهو 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 اسامه جلال، عايز تقول عليه ايه؟ اسامه جلال واحد من ضمن الاهلي حط عليهم عيونه بعد البطوله دي، يعني البطوله دي تكون امل وسبب فيه ان هو الاهلي يحسم قراره. يعني اسامه جلال تحت انظار وعيون طبعا النادي الاهلي. طبعا. والبطوله دي هتكون فارقه جدا. فارقه جدا معاه ومع اليو ديانج، واليو ديانج بعد البطوله دي هيعمل مشكله في وسط ملعب النادي الاهلي. هيعمل مشكله طبعا لان ده لعيب يلعب ما يقعدش. بس اسالك على بيكهام. اه. كان معار لسه من النادي الاهلي ولا خلاص مشي من النادي الاهلي؟ لا تقريبا مشي. مشي. بيع نهائي. مع عشان بس هو طلع فتره اعاره من النادي الاهلي. كويس عاجبك. مع عشان كده بقول لك ايه؟ اصل انت لو بتتكلم على اسامه جلال ولو ده كمان لعيب معار من النادي الاهلي بيتثقل بالخبرات اللي هو بيشتغلها في الدوري الممتاز ورجع تاني، لا يبقى برده مستقبل. طيب. لعيب كويس. يبقى الكابتن ايهاب الخطيب بياكد كلامنا على الثلاث مهاجمين اللي احنا قلنا عليهم ان تحت انظار النادي الاهلي. الأقرب هو مهاجم في الدوري السعودي. تمام. و ستيف تراولي. صالح بقى هنقول لما يخلص الكلام نقول صالح بقى. مستواه يمكن شويه لسه مش ضمن المجموعه الاساسيه، لكن من الصعب جدا جدا انه يمشي في يناير. مفيش مشيان في يناير لصالح.